طبيت منافسات بطولة عراق أخذت مركز أول ما شاء الله. رجعت النوب إعداد ثاني طبيت المنافسات بطولة آسيا والحمد لله والشكر أخذت المركز الأول. لعبت مع لاعب كويتي أول نزال فزت عليه قاضية، اللاعب السعودي هم قاضية، اللاعب السوري كان لاعب كلش مميز فزت عليه وصعدت على النهائيات مع اللاعب العراقي تمار علي فزت عليه وحصلت على المركز الأول الحمد لله والشكر. خلي أيضا نتعرف على مصطفى ونبتدي وياك من آخر إنجاز. والله أنا حققت هذه أيضا ويا شاركت في بطولة آسيا حصلت على المركز الأول وأسرع ضربة قاضية بالبطولة لله الحمد. يعني هذا الإنجاز جاء من بعد من سلسلة إنجازات، علما أنني صاحب أسرع ضربة قاضية على مستوى العرب بسنتين على التوالي، وبطل عرب شرق أوسط وبطل خليج، وآخر إنجاز حققناه هو 2024 هو بطولة آسيا، وإن شاء الله طموحنا القادم هو بطولة العالم 2025 التي تقام في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله بدأنا بالاستعداد بعد عودتنا إلى بغداد، وإن شاء الله بدأنا بالاستعداد ونكمل مسيرتنا ونشارك في بطولة العالم، وإن شاء الله نحصل مراكز متقدمة ونرفع اسم العراق عاليا. أول شيء أريد أعرف شنو أسرع شقد تقريبا؟ لعبت أول نزال ويا اللاعب الكويتي تقريبا 5 ثواني إلى 6 النزال؟ أي من أصل جولة دقيقتين حصلت بوقت يعني على 5 ثواني ختمته؟ نعم 5 ثواني ختمته بأسرع ضربة قاضية. يعني مسوي النزال بعد. يعني هو هذا أكثر البطولات اللي أشارك بها أنا شوي. طيب الجمهور يعني هذا شنو ذنب الجمهور؟ نعم يعني أنا أكثر البطولات اللي أشارك بها لله الحمد عندي نزالات يعني حتى عندي نزالات أختمها بهيك ثواني سرعة، يعني أتميز نوعا ما بحركات فنية وسرعة، فمن هذا الشيء هو يمكنني إنه. شو عجب هذا؟ ما دخل جينيس شيء هيك أشياء؟ والله المفروض كانوا يسجلوا لي كجائزة يعني رسمية بالبطولة أسرع ضربة قاضية، لكن اكتفوا فقط بشهادة أسرع ضربة قاضية، وكان المفروض هي جائزة تكون هي على شكل كأس. أيه. بس كانوا مو محضرين الأمور اللجنة التنظيمية. جميل. احنا نريد نعرف اليوم هذه اللعبة بأي بلد هي أقوى شيء؟ منو البلد اللي مسيطر عليه؟ البلد الأم هو اليابان، وبعدها تدرج لها هي روسيا، وبعدها تدرج عدة مختلف دول أوروبا. يعني عالميا منو دي ياخذ الأول؟ عالميا على مستوى العالم هي أكيد اليابان وروسيا على مستوى جدا قوي، والعراق اليوم هو اسم لامع بين هذه الدول دي حصل مراكز متقدمة. احنا عندنا بطولات عالم 2021 إبراهيم زقم حصل المركز الأول على بطولة العالم كانت جدا قوية في بولندا، جدا جدا كانت بطولة قوية، عندنا لاعب إبراهيم زقم حصل على المركز الأول. استضافيناه. نعم استضافتي، عندكم لاعبين إسحاق، عندكم لاعبين زيدون، ياسر، آمر، فذول من يحققون مراكز عالمية. يعني العراق اليوم له اسم زي. وخاصة هذه البطولة اللي شاركنا بها بطولة آسيا كان العراق له صدى كلش واسع وكان له اهتمام كلش قوي. إيش شنو أوزان لو ألوان لو شنو؟ أوزان تدري أوزان. شو نعل خلي نشوفهم. أوزان وفئات. يحكينا عليه الأوزان يصير 5-5 مثلاً 50-55-65-60-75-70 ويصعد لحد الوزن المفتوح وفئات عمرية، أكو ناشئين وشباب شباب 17-18 تحت 21، أنا الفئة تحت 21 بس هاي البطولة اللي لعبت فيها متقدمين فوق عمري، وأكو متقدمين وأكو ماستر وأوزان، كل هاي الفئات بها أوزان محددة. جيد. حسب نظام البطولة هم ينظموها. ممتاز. تمام، خلي شوي نحكي أهم على الميداليات اللي حققتوها يعني واللي أنت حققتها مؤمن بشكل شخصي. الحمد لله والشكر حققت ميداليات ببطولة عراق، عندي 5 ذهبية و2 برونز و2 فضيات، وبطولة شرق أوسط بإيران حصلت على المركز الأول، بطولة عرب مركز ثاني، بطولة آسيا هاي أخير شيء حصلت على المركز الأول. حلو. هسه انتوا منو عندنا مدرب مثلا محترف؟ شنو اللي دا يصير حاليا؟ يعني احنا عندنا عدة مدربين، أنا يعني هم مدربين هواي حتى ما نقول نعين بالأسماء ونقول شخص يعني ما استعانينا بس عندنا مدربين، عندنا مدربين مميزين بالعراق. ما جبنا من روسيا من اليابان؟ جبنا من إيران، جبنا مدرب إيراني قاد المنتخب الوطني تقريبا سنة وبعدها خلص العقد مالته وعاد، لكن احنا شفناه اللي شفناه مقارنة بين المدربين، المدرب العراقي له رؤية خاصة بالفريق العراقي، له رؤية باللاعب العراقي. احنا كلاعبين يعني ارتاحين ويا المدرب العراقي أفضل، لأن المدرب العراقي إمكانياته مو قاصرة، فاستمرينا مع المدرب العراقي. حلو.